طبعا في ظل الحواديت اللي بتحصل بمناسبه اللي قاله الكابتن علي، قال لك احنا ما يعني، او انا قلت له احنا محتاجين العداله، وقال لك بس اهم حاجه التحكيم. في تصرفات كده بتحصل بتقلقك حتى لو طبيعيه، يعني اللي قاله امبارح في مناوشات حصلت في الممر بتاع اوضه اللبس، وانه فوزي لقجع الرئيس الاتحاد المغربي كان موجود ولابس التيشيرت بتاع منتخب بلده، في حد من المساعدين بتاع المنتخب المصري جاز زقه فاكره ما اعرفش مشجع ولا ايه، وان هو هيروح يقدم شكوى في الاتحاد المصري، وكل الكلام الكثير اللي حصل ده. فقال لك ان لجنه الانضباط في الاتحاد الافريقي هتجتمع عشان تاخد قرارات ضد المنتخب المصري. ده بيقلق. ممكن تبقى مناوشات طبيعيه بتحصل في كل اوض اللبس، وعلى فكره في كل المباريات الكبيره هو مفترض ما تحصلش طبعا، والمفترض الناس تخرج حبايب. وخد بالك احنا كمان كسبانين، يعني احنا مش خسرانين، ده احنا كسبانين. فالمناوشات اكيد هي رد فعل، يعني اي حاجه، حد عمل حاجه، ممكن يبقى حد مش من الفرقتين خالص ولا من الاجهزه الرسميه، ممكن حد كده او كده عمل اي حاجه، فده افتكر انه ده تبع ايه، ده افتكر ده تبع ايه، ده داخل يجامل، ده داخل يعمل. حصلت شويه مناوشات وانتهت حتى الاتحاد المغربي نفسه، هوريكم دلوقتي في الجول كان واخد تصريح من حد في الاتحاد المغربي، هقول لكم على طول على التصريح ده، هو واخده عن مصدر من الاتحاد المغربي اللي في الجول: لم نقدم شكوى ضد مصر بعد المباراة، ولن نتخذ الفراعنة كأعداء. لم نقدم شكوى ضد مصر بعد المباراة، وان الفراعنة لن نتخذ الفراعنة اعداء. الخبر بيقول ايه بقى؟ بيقول انه مصدر من الاتحاد المغربي قال ما حصلش ان احنا تقدمنا بشكوى خالص، كل اللي حصل كان مشادة بسيطة. ده اللي بيقول المغرب، يعني في الاتحاد المغربي اللي بيقولوا هذا الكلام. تم احتواء الامر بين الطرفين سريعا، وان المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري الاسبق وعضو المكتب التنفيذي في الفيفا والكاف، ومع زميله فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وعضو ايضا المكتب التنفيذي، اتكلموا مع بعض وتم يعني ازاله كل الموضوع. وان الاتحاد المغربي، الخبر بيقول كمان التصريح، ان الاتحاد المغربي لا يمكن ياخد الجانب المصري انه يبقى عدو لينا، احنا اخوه وما فيش اي شيء. واذا صدر اي عقوبه من الاتحاد الافريقي او من لجنه الانضباط احنا ملناش علاقه، احنا ما قدمناش بشكاوى خالص. قبل ما اتكلم على دي والاتحاد الافريقي يعمل ايه ولجنه الانضباط، انا عايز اقول اشيد بالتصريحات اللي صادره من الاتحاد المغربي، لان احنا بنتعامل مع كل المنتخبات العربيه: المغربي، التونسي، الجزائري، الموريتاني، جزر القمر، السوداني، بتكلم على في افريقيا يعني، الليبي، كل الاتحادات العربية، جيبوتي، الصومالي، جنوب السودان، كل الفرق العربية أو المنتخبات أو الاتحادات العربية احنا أشقاء في الآخر، ومصر هي الأم، مصر هي الكبيرة طول الوقت وتحتوي أي حد، وطول الوقت تحتوي أي حد. وعايز أقول لكم حاجة، أن الجمهور المصري لو أشقائنا، وصورة بتبين لك أهو، يعني صورة صلاح اللي نازلة دي مع أشرف حكيمي، والحضن ده حضن كله احتواء غير الاحتواء بتاع محمد عادل الحكم في ماتش الأهلي والزمالك، إنما ده احتواء بجد. شوف قد إيه صلاح بيواسي أشرف حكيمي بعد الماتش في لقطة يعني رائعة جدا، وخدتها كل وكالات الأنباء في العالم وكل الصحف في العالم اتكلمت على اللقطة دي، وإن إزاي النجوم بتتعامل مع كرة القدم. إنها مباراة وخلصت، يعني اللي بيكسب بيواسي اللي بيخسر والموضوع بيخلص يعني. فإحنا طول الوقت لو الزملاء والجماهير في الدول العربية تابعت متابعة الجمهور المصري لمباريات المنتخبات العربية على الكافيهات وعلى المقاهي في مصر، هنا الجزائر هو بيلعب الناس بتشجع المنتخب الجزائري بجنون، المغرب هو بتلعب الناس بتشجع المنتخب المغربي بجنون، وده حقيقة. المنتخب التونسي حتى جزر القمر لما صعد للدور الستاشر ولعب الكاميرون وبدون حراس مرمى وتعاطف رهيب عندنا هنا معه، المنتخب السوداني وكل المنتخبات اللي كانت موجودة الحقيقة في العربية اللي كانت موجودة في كأس الأمم الإفريقية كنا بنشجعها بحب بجد ومن قلبنا يعني. يعني احنا المصريين طول الوقت بتتعامل مع أشقاء في الآخر. فإذا حصل حتى مناوشات ده حاجة وبتعدي يعني، ما فيهاش مشكلة. الاتحاد الإفريقي هتبقى فرصة ليه عشان يجامل الاتحاد الكاميروني، لازم نتصدى بقى لده. وده انا بتكلم بوجه كلامي، انا قلت الكلام ده امبارح وهكرره النهارده. المهندس هاني ابو ريده هنا يظهر معدن هاني ابو ريده. هاني ابو ريده ممكن يكون بعيد مش في الصوره، ممكن يكون الناس بتقول ما اعرفش ايه حواديت، لكن في النهايه هو كراجل ليه حيثيه قويه جدا في الاتحاد الافريقي وقبلها في الاتحاد الدولي، لازم يتدخل اي حد او اي محاوله ان هو يحصل اي اهتزاز لمنتخب مصر قبل مباراه الكاميرون. وده اللي مخوفنا او قلقنا، ما احنا بنخافش،
بس بتقلق ان النهارده تطلع اي فكر او اي موضوع قبل مباراتنا مع المنتخب الكاميروني وتكبر الموضوع ولجنه انضباط وما اعرفش ايه. فلازم يكون في تدخل قوي من خلال الاتحاد المصري مع المهندس هنا بوريده. الحقيقه والراجل ما بتاخرش في المواقف اللي زي دي. وحتى الجانب المغربي لما صرح في الجول قال ايه؟ قال انه توقع فوز الاقجع اتصال من المهندس هنا بوريده وتم ازاله سوء التفاهم والموضوع خلص خلاص. والاتحاد المغربي لما تقدم باي شكوى اذا المهندس هنا بوريده بيكون له دور مهم جدا في الكواليس. اتمنى انه يكمله علشان نلعب قدام الكاميرون بكل عداله. احنا مش عايزين حاجة، مش عايزين حكم تفصيل ولا يروح لهم حكم تفصيل ولا عايزين ايقاف هنا ولا ايقاف. احنا المسحة بتاعتنا الحمد لله النهاردة سلبية، مفيش مشكلة حتى الان مسحة سلبية، يعني ان شاء الله ما يحصل لناش اي حاجة واحنا واخدين كل اجراءاتنا وبصرامة مش بتهريج، يعني بصرامة شديدة جدا. الحمد لله احنا من المنتخبات اللي حافظت على نفسها كويس قوي. احنا عايزين الكاميرون ينزل ومنتخب مصر ينزل ند الند، والملعب يقول من الأحق ومين اللي يستحق المكسب في هذه المباراة.